شاب مياه العزيزية والكعكية تشهد في مكة تشهد زحام تسبب في تدخل الدوريات في الأمنية جراء تذمر المستفيدين من تأخر وصول المياه إليهم، خصوصا سكان حي الشرايع الحي الأكبر مساحة وكثافة سكانية. مدير وحدة أعمال شركة المياه الوطنية بمكة المهندس عبد الله حسنين أرجع سبب أزمة مياه مكة إلى حدوث توقف مفاجئ لمحطة الشعيبة رقم 3، إضافة إلى رغبة المواطنين في الحصول على صهاريج المياه قبل زيادة تسعيرة الحج الموسمية. هذا وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه بتعديل جدول المناوبات حسب الكميات المتوفرة من المياه والتنسيق المستمر مع مؤسسة تحلية المياه لإعادة ضخ المياه إلى المستوى الطبيعي للمستفيدين منها. معي هاتفيا من مكة المكرمة الأستاذ خالد مقبول مدير الاتصال بشركة المياه بالمنطقة الغربية. أهلا أستاذ خالد. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. حياك الله يا سيدي. وكل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة. وش اللي صاير عندكم؟ زعلين الناس منكم يا أستاذ خالد؟ لا، احنا ما نقدر نزعل الناس، احنا موجودين أساسا لخدمتهم وخدمتهم شرف لنا. طيب وش اللي صاير يعني؟ هل بتوعدونهم انه ما بتنقطع الموية عليهم خلال الأيام الجاية، خصوصا الحين ترى الذروة في مكة؟ لا بشرك، الأمور كلها طيبة، وهذا كان يعني وضع استثنائي نتيجة ما وضحت الآن قبل شوي. ايه؟ نتيجة نقص الوارد في الفترة الماضية من محطة الشعيبة، بس الآن الحمد لله رجعت معدلات الضخ لوضع طبيعي والأمور عادت لوضعها الطبيعي. يمكن الازدحام اللي أشرت له، أيوه، كان في يوم محدد على اعتبار أنه رغبة البعض في الحصول على سهاريج قبل بداية التسعيرة الموسمية زي ما أشار، مثل ما أشار المهندس عبد الله حسني. ايوه، بس الزحمه اللي انت قاعد تشوفها معانا الان، يعني انتوا الى الان ما انتوا قادرين تنظمون الاشياء، يعني الزحمه اللي تصير عندها ترى ما هي معقوله. هل ممكن تنظمونها بطريقه اخرى، الناس تصير تاخذ المويه بطريقه كويسه اذا صار في انقطاع، صار في اي ازمه؟ بالتاكيد. ايش بتسوون؟ طبعا في حالات معينه مثل هذه بيحدث اعاده جدوله للضخ للاحياء مع مراعاة اعتبار الأحياء الأكثر كثافة سكانية واحتياجات إشباع الأحياء هذه. ويعني يتم العمل باستمرار على تطوير العمل وتنظيمه من وقت لآخر، وإن شاء الله الأمور طيبة يعني. طيب وش الخطة البديلة إذا 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 توقفت محطة الشعيبة بعدين، يعني مستقبلا؟ يعني إحنا ما نبغى يتكرر اللي صاير للناس اللي في مكة. هو ما يعني ما يحدث، هذه تحدث امور استثنائيه يعني. العطل الفني هذا ما هو بيد احد يعني، العطل الاستثنائي بيحصل طارئ ويتم التنسيق بين شركه المياه الوطنيه ومؤسسه التحليه على 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 اعاده الامور لوضعها الطبيعي، وما تاخذ الحقيقه فتره طويله يعني، تاخذ ايام غصبا عن الكل. طيب. لكن تعود الامور لوضعها الطبيعي ان شاء الله. الاهم هذا الاهم للناس انها تعود الامور لوضعها الطبيعي. استاذ خالد مقبول، شكرا جزيلا لك مدير الاتصال بشركه المياه بالمنطقه الغربيه، يعطيك العافيه، شكرا لك.